أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء في برنامج الموجة المفتوحة ببث مباشر بالتعاون بين موقع بانت وقناة هلا. وإلى الموضوع الأخير، تتعدد اختيارات الأهل حول كيفية القضاء الأوقات مع أبنائهم خاصة ما بعد الدوام المدرسي، فما بين المجال التعليمي الترفيهي والتربوي تكون الاختيارات دائما موجهة نحو مكان يجمع التربية والترفيه والتعليم في آن واحد. عن ذلك سوف نتحدث مع ضيفتنا عبر الزوم مع المعلمة منية عبد الله صاحبة مركز مون لاند من كسرى، وهي أم لأربعة أولاد ومبادرة اجتماعية وتربوية، صاحبة تطبيق مليون بوك لتعليم اللغة العبرية المحكية وحاصلة على لقب معلم الدولة لعام 2016، أيضا مبادرة في عدة مجالات تربوية واجتماعية. أهلا ومرحبا بك منية. مرحبا شيماء، يعطيك العافية. بداية حدثينا عن المركز، وما الدافع الذي دفعك لبناء مثل هذا المركز ولمثل هذه الخطوة؟ أول شيء حبي للعطاء، إنه أنا دوري كمعلمة كمان في المدرسة اللي بشتغل كل وقتي مع الأولاد، وحبي للأولاد دايما بدور كيف أنا بقدر أساعدهم، كيف أنا بقدر أجيب لهم شغلات اللي يكونوا في محل اللي هم مبسوطين فيه. في عصرنا اليوم بدنا إشي بديل الشاشات، لأنه أولاد اليوم من أولادي والكل كلها على الشاشات، بدنا إشي للولد يقضي وقته حلو بعيد عن الشاشة. فكانت الفكرة إنه يكون عندنا مركز الألعاب هذا، اللي قبل 5 سنين كان عندي مركز تعليمي اللي هو مركز البعد الأخر. ما هي الخدمات التي يقدمها المركز للأهل والأطفال؟ دعينا نحاول أكثر أن نوضح، يعني دعينا نوضح أكثر حول الموضوع ومدى أهمية الموضوع، خاصة كما ذكرت أنت يعني في ظل هذه الأوضاع، في ظل هذا التطور التكنولوجي والإدمان على الشاشات خاصة من قبل الجيل الصغير عند الأطفال. يعني كثيرا ما يواجه الأهل هذا التحدي، هذا من جانب. أيضا من جانب آخر، وبسبب الظروف التي مر بها هذا الجيل حول يعني كيف نجذبهم إلى التعلم ودفعهم أيضا إلى مرحلة وسيرورة التعليم والتعلم من خلال طرائق واستراتيجيات مختلفة، بالذات قد يقدمها المركز، سواء من جانب ترفيهي، من جانب الألعاب التعليمية وغير ذلك. يعني لا ننسى أن هذا الجيل قد مر أيضا بجائحة الكورونا. يعني نعاود النقاش من جديد حول هذا الموضوع، حول الخدمات التي يقدمها المركز للأهل والأطفال منية. زي ما كنت احكي قبل، كان عندي مركز تعليمي اللي هو مركز البعد الاخر اللي كان يعطي معاناه تربوي للاولاد، استجابه لتعليم، لمراجعات الدروس، لتحضير لامتحانات، تقليص الفجوات التعليميه. وظل الشيء موجود عندي، اشتغل المركز لمده 3 سنين، بعدها وقفت لجيش تعليمي لقب ثاني، والشيء انه نعطي للاولاد ظل موجود عندي. وهيك بلش مون لاند، في انه بدي محل اللي يبعد الاولاد عن الشاشات، محل اللي يكون محل امن للاولاد، اللي تقضي وقت حلو، وقت ما اجتماعي مع لقاءات اجتماعيه بين الاولاد مع الاهل. ففكره مون لاند اللي هي نعطي مجال للاولاد اللي يكونوا في محل امن لهم، الاهل مشغولين عندهم امورهم، تعليمهم، شغلهم، اولادهم موجودين في محل امن بغض النظر عن قدراتهم الماديه، انه يلاقوا وين اولادهم تقدر في محل اللي هو قريب لهم. هل ممكن ان نقدم مثال للجمهور، مثال عملي حول كيف استطعت ان تجمعي بين الجانب التعليمي والترفيهي في مكان واحد في مركز مون لاند؟ طبعا اول شيء انا زي ما حكيت لك دوري كمعلمه في المدرسه اللي انا بشوف وعايشة مع الاولاد صار لي فتره طويله، اللي بعرف وين الاولاد بحاجه اكثر، وين شو بدها اكثر. ف نجي ندمج بين الجانب المنهجي واللا منهجي عند الولد، هذا الشيء اللي بدنا اياه. اليوم الولد عشان يقدر يتعلم ويكون متفرغ للتعليم، مجبور يكون شعوريا عنده هو نفسيته مرتاحه. فدائما بامن انا يا ريت نوفا نولي ريكشيت نوفا نولي ليميدا،
فاحنا لازم نهيئ المحل للولد اللي هو يطلع طاقاته، يطلع الحركه تبعته كلياتها، منشان يكون جاهز انه يتعلم ويتلقى التعليم كلياته. فالكمون لاند عندي صح انه محل ترفيه، محل كيف للاولاد، في نفس الوقت بيجمع بين كمان لعب ونط وحركه، كمان بين ورشات تعليميه اللي فيها ورشات اللي هي كمان تعليم، كمان على بتشتغل على الجانب النفسي عند الطالب، وكمان على فعاليات اللي هي لمنهجيه اللي هي مع مفعلين، مع فعاليات، مع العاب بالمره كمان. نعم، ايضا يعني سؤال يعني يدفع الفضول، لذلك اليوم في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد في حالة الحرب واستمرارها، أيضا سؤال مني، هل هنالك إقبال على المركز أم يعني قد لاحظت تدن حول الإقبال عليه، أم بالعكس يوجد هنالك تصاعد وتزايد في الطلب للإقبال لمركز مونلاند؟ بالضبط، احنا كان عندنا الخوف هذا والتردد، هل انه بسبب الحرب راح يكون عندنا خوف معين او انه مش راح يكون عندنا ناس اللي تفوت على المحل. بس حسب رايي كيف شايف الاشي، انه بالعكس الاهل اللي بدها محل بالاخص مع الظروف الموجوده اسا، والتوتر اللي كل وقت الاخبار والتلفزيون وكلياته بيحكي عن الحرب وعن الاخبار هذه، الاهل بدها تطلع مع اولادها من هذا الجو. وبما انه المركز موجود عندنا في البلد محل جدا امن، فالاهل بتهرب من البيوت مرات ومن اخبار اللي في البيت لعنا على المحل، الولد بيجي اول مره بصير بده يجي ثاني وثالث. صار ملجا للاولاد للاهل انه تيجي تنفس تترفه عن نفسها، وتلاقي وقت اللي هو وقت اجتماعي، يعني بيجوا امهات بيقعدوا مع بعضهم من اولادهم من جوا عم يلعبوا. وعندي فريق من البنات اللي بيشتغلوا كمان، انه هي واحدة من الشغلات اللي المركز عندي معطيها فرصة للعمل للبنات في البلد، اللي بيشتغلوا عندي بنات من البلد اللي هم صار محل لهم، اللي هم بيجوا على المحل بيجي من برا بيعرفش مين صاحبة المحل، لانه كله بحس الشيخوت للمحل هون انتماء. فكل ولد بيفوت عندنا على المحل بتحسيها القد مرتاح، اللي بحسش في الوقت الموجود عندنا. بالإضافة إلى ذلك يعني إلى حب الانتماء لهذا المركز من قبل الطاقم الذي يعمل معك، السؤال ما المميز أيضا في هذا المركز؟ أول شيء هو مركز لكل العيلة، من عمر أشهر لحد عمر لحد الأهالي كمان. نحن نشتغل على ورشات اللي هي عمر الطفولة لعمر الأكبر شوي، ونشتغل على ورشات للأهالي للأمهات لتعزيز تعزيز الهوية النسائية، كمان لتعزيز المرأة اللي بتشتغل على كثير مجالات، اللي هو محل قروي محلي اللي أسعاره بتناسب كل عيلة كل بيت بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي أو المادي. اللي الأولاد حتى كثير مرات أهل عندها مشوار، عندنا النسوان بتروح على حلوة بتروح تقضي مشوار هتقضي واجب معين، بيجوا لعنا بيجيبوا ابن هون اللي هو بياخذ مرافقة من صبي من الصبايا اللي بيشتغلوا عندي، اللي بحسوا ان ابنهم في امان. المركز تبعنا هو مركز اللي بيحتضن كل فئات المجتمع من العمر الصغير للكبير، وبحسوا انه انتمائهم للمحل هو نقطة القوة تبعنا. وكمان انه مركز كمان مركز الالعاب، كمان مركز تربوي اللي هو بيعطي كمان بسلط الضوء على فعاليات تربوية ثقافية مثل الافلام مثل المسرحيات اللي هي بتشتغل كمان على مجالات مختلفة عندنا. نعم منيا، أنت يعني حصلت على لقب معلم الدولة في عام 2016، برأيك ما هو تعريف المعلم المميز يعني من خلال التجربة العملية التي خضتها، وما هي رسالتك أيضا؟ من شان أنا أكون معلمة مميزة أو أني أخذت لقب معلم الدولة، أول شيء هذا بفضل طلابي، بفضل حبي للأولاد، بفضل شغلي مع الأولاد. من شان اليوم المعلم يكون معلم مميز بغض النظر شو مجال تعليمه وشو شو بيعلم، لازم اكون انا اشوف شخصيه الولد، اشوف شو نفسيه الولد قبل ما انا اشتغل معه على الجانب التعليمي. لما انا بطلع على الولد بطلعش عليك كطالب في المدرسه، بطلع عليك كولد من اولادي. فلما بشوف في كل ولد من الاولاد اللي انا بتمرق عندي بشوفه كانه واحد من اولادي، هذا هو سر النجاح تبعي. نعم، من هالحال اللي انا دائما بعطي للاولاد وبفكر كيف انا بقدر اعمل شيء اللي اخليهم يحسوا احسن، اخليهم يحسوا في محل امن اكثر، احسهم مبسوطين اكثر.
إضافة إلى ذلك، يعني أنت أم لأربعة أطفال، يعني ما هي رسالتك للأمهات بالذات في ظل هذه الظروف منيا؟ عندي أطفال وعندي شباب صاروا، عندي ابني الكبير في التعليم في الجامعة، وعندي في مراحل في كل مراحل التعليم، الصغيري عندي 5 سنين. الحلو عند كل أم بغض النظر أي مرأة عاملة أو إنها بتشتغل في البيت، كمان كل أم هي عاملة في مهنة ملانة، نعرف إحنا نلاقي الموازنة بين شغلنا برا وشغلنا في قلب البيت. من إحنا بنعطي أهمية وقت كافي للبيت وللعيلة ولأولادنا، كل واحد وين هو موجود إحنا بنقدر نعطيه في كل محل ثاني، والتوازن هاي والموازنة هاي بين البيت جوا والشو بتعطي لبرا مع بعضه بيقود للنجاح. نعم، المعلمة منيا عبد الله من كسرى صاحبة مركز مون لاند، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية برنامجنا اليوم، برنامج الموجة المفتوحة، والذي يبث ببث حي ومباشر بالتعاون بين موقع بانت وقناة هلا. تابعوا كل البرامج على شاشة قناة هلا وكافة المستجدات والأخبار أيضا في موقع بانت. شكرا جزيلا لكم على طيب المشاهدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.